بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحضرت لكم خلطة رائعة لإزالة الكلف نهائيا، والنتيجة تظهر من أول استخدام. هي خلطة قديمة جدا كانوا يستخدمونها جداتنا وأمهاتنا. حصلت على الوصفة من عند أمي، أعطتني الوصفة وحبيت أفيدكم بها. هي كانت طريقة تستعمل لإزالة الكلف زمان. ندخل مباشرة في المقادير. تحتاجين إلى مشمش مجفف بهذه الطريقة، ليس المشمش الذي نحطه في الحلو، لا، المشمش يكون مجفف بهذه الطريقة، يابس جدا، يكون يابس، موجود عند العطار. نحتاج إلى نصف ليمونة فقط. أول شيء تقومين به أنك تقومين بوضع المشمش في الماء ليلة كاملة. ضعيه في الماء ليلة كاملة إلى أن يطرى معك، يطرى المشمش. بعد ما يطرى المشمش قومي بهرسه عن طريق الشوكة. بعد ما تهرسيه بالشوكة نتحصل على هذا المزيج. قومي بعصر نصف ليمون عليه. اعصري نصف ليمون على المزيج واخلطي. تتحصلي على هذا. ضعيه على أماكن الكلف واتركيه حتى يجف. ضعيه على أماكن الكلف واتركيه حتى يجف، ثم اغسليه بماء فاتر ثم ماء بارد، وارجعي حطي عصير ليمون. مثلا هذه نصف ليمونة، افركيها على أماكن الكلف. قومي بهذه العملية مرتين باليوم، مرة الصباح ومرة بالليل قبل النوم. عصير الليمون عمرك ما تحطيه وتطلعي للشمس، بيزيد عندك الكلف. نصيحة، عصير الليمون لا تحطيه وتطلعي برا للشمس، بيزيد عندك الكلف. بعد ما تغسلي هذا الماسك، حطي عصير الليمون، وراح تلاحظي النتيجة من أول استخدام. هذا الماسك كانوا يستخدموه جداتنا في القضاء على الكلف وأمهاتنا. إن شاء الله تستفيدوا من هذه الخلطة، وادعوا لي وانتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة مفيدة بإذن الله تعالى. وإن شاء الله توفقون في كل الخلطات اللي أقدمها لكم، ولكم مني دعاء بظهر الغيب. اللهم غير حال متابعين إلى أحسن حال، وسخر لهم من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لهم، وسخر لهم ملائكتك وكل من وليته أمورهم، ويسر لهم كل أمر عسير. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.